صحة وسلامة. كمية المسجات اللي وصلتني بخصوص اللقاح كلش هواية، بس أنا وها على شغلة واحدة، العالم مو غشمة من سووا اللقاح. كل شخص يخاف على نفسه ويخاف على حياته ويخاف على حياة أهله، فروحوا لقحوا. نصيحة أخوية، بالنسبة للأعراض ماكو أي شيء جرى لي، ولو يعني ما صار عندي أي أعراض، بس شوية ألم مكان الإبرة، والجرعة الثانية بس مجرد شوية راح ترتفع الحرارة وشوية عظامك توجعك. فالنصيحة أخوي، روحوا لقحوا. وأي واحد يقول لك إنه اللقاح يسوي عقم، اللقاح بعد سنتين تموت، اللقاح بعد كم سنة تصير زومبي، يعني ماكو هيج كلام. يعني ما أعرف إيش العالم، الله أكبر، ما أعرف العالم شلون نصدق بهذا الحكي. فروحوا لقحوا وخلونا ترجع، خلي ترجع حياتنا طبيعية، يرجع الوضع تمام، يرجع الدوام ويرجع السفر بصورة طبيعية. فلقحوا منها هسه، لأنه بعد فترة راح يرجع الدوام وما حد يقدر يداوم إذا ما ملقح، سواء الكليات سواء المدارس. بهذلة السفر، يعني الناس اللي تسافر هواية تعرف البهذلة مع السفر بسبب المزحات اللي تصير واللقاحات، خصوصا انه بعد من يوم 1/10 راح يصير السفر الا بلقاح، وان شاء الله ترجع الحياة الطبيعية. فروحوا لقحوا ولا تخافوا من شيء، ما حد يلقح اذا ما يخاف. يعني الكل يخاف على نفسه، الكل يخاف على حياته، على حياة اهلها. يعني بالقرآن الكريم، يعني هواي عالم انصابت بكورونا وشافت الوضعية، هواي ناس ماتت لهم ناس عزاز. فروحوا لقحوا، نصيحة هواي قلت روح لقحوا. اي روح لقحوا، اللي اكون صريح وياكم انه انا كنت ابدا ابدا ما مقتنع باللقاح، بس اقتنعت فيه لسبب معين، انه والدتي انصابت بكورونا ثالثة اللي هي كلش خطرة، والحمد لله والشكر حمدك وشكرك ربي ما عدت على خير، وما شفت بعين الوجع اللي توجعت لانه كنت مسافر، الحمد لله وشكرا ما وعدت على خير. فكنت ابدا ما مقتنع، اقتنعت لسبب معين، انه اختي انصابت من امي، وابويا كان ملقح حكي، فانا كنت مسافر وما موجود، فابويا اضطر انه يساعدهم ويكون وياهم ويختلط وياهم، فابويا ما انصاب ابدا. فالحمد لله وشكرا، اكو عالم لقحت وانصابت، بس هي راح تخليك تقلل من انه راح تستمر حياتك، نقطة على السطر، راح تستمر حياتك وراح تعيش طبيعي، حتى اذا انصابت راح تكون اصابة مالتك كلش خفيفة. فخلي ترجع حياتنا. عظامي توجعني، ما بعرف التيك توك، الله يخليك. لا تيك توك، مو دا تقلب تيك توك. شو اسوي من بوشتي؟ وين اوديك؟ حجي ظهري وجعني من اللقاح، ورطتني. انا ورطتك؟ والله ما يلقح ما يفتح. والله كلام الناس، والله لقح وصار ساعة شيلهم لقح. ليش؟ صارت تجربة عندنا بالبيت. مهم حكيت لهم تمام ولا لا؟ اي والله. أيه. الله حجتك كبير. سوى لقاح حماية. الله حجتك كبير. الدعايات مال ايش يصير بابا، نصحت العالم، والله نصحتهم. ها؟ نصحت العالم. يعني شنو بصفتك ناصح مثلا؟ شو؟ ما مقتنع بيه يا حج. لا لا مقتنع. لا والله لا والله ما مقتنع بيه. متابعين. يا غلبك؟ ها؟ غلبك؟ بيختبرك. لابس درس العراق. توقعاتك توقعاتك. لعبة كوريا والعراق؟ بس قد؟ والله ان شاء الله نروحهم اثنيناتهم. ايش فيك يا عم؟ ايش فيك؟ تبهدل من؟ هو انت من علم الطوب غيري؟ تبهدل من؟ انت شو معرفك بالطوب؟ تبهدل من؟ والله العظيم. تبهدل من؟ رجليك اثنين يسرى. شو معرفك انت؟ وقت. ها؟ وقت. اي صدق وقت طايح حبه. خلي هسه تحكي بالطوب انت. ليش حد؟ والله. انت عبالك فريق كرة القدم 14، يا قلت لك 11 واحد وين دولتشي؟ هذا تسقيط ترى، الله يخليك. تسقيط شنو؟ انت تسقيط. انا لو مو ابويا هاي ما حاكي هبل، لو مو ابويا انا هسه العب وانت خبطني. كلام الله بعد من ايام تتذكر 2007 2008 بالمدرسه مال عمو بابا. فرجع لنا التمرين تأخرت بالبيت ذيك الوقت، يعني كان خطف ما ادري شنو، كان رجعت لانا البيت
بكيف واني راح العب ملعب الشعب. يقول لهم استويت. يابا صلخني راشدي فرذاني فار. طبعا لحد الان موجود. فرذاني فار. زين خليني اسولف لهم سالفه. باعوا اذني. هاي همين ما يدرون بها، باعوا اذني منها مقروطه. ايش قرطها هاي اذني؟ خليني اكملهم على هاي القرطه مال الاذن. كان شعري طويل، يعني مو طويل، يعني مو هيك شويه طويل. فبالمدرسه ما الحلاق كان مو موجود بوقتها، فقلت له يا ابو اصبر هاي شويه، وقال لي تدلل صدقت وصلت يمي هذا الحلاق. قلت له اوكي والله انا سويت هيك شيء. لا تحرك، لا تحرك، خلي ولد والله العظيم. عوف هاي السوالف، ما شاء لا حشاك. عوف هاي السوالف، قرطت اذني. فهاي اذني شوفوها. وين هي؟ هاك باعوها. شوف مين باعوها؟ والقران اذني مقروطه من ورا ابويا بالقران الكريم. هاي عليها، هاي عليها بقاوم. اصعب شيء، اصعب شيء، اصعب شيء من تطلع ويا واحد من اصدقائك. احكي، سلم، قول، تمنطق، قاعد وساكت. احكي، ما يحكي، ما يحكي، ابى احكي، ما يحكي، مطوز مثل القرد قاعد. احكي، ما يحكي. انا على هاك النوبي الله يريد. هاك دي سوق، هاك يا بسوق عدل، سوق عدل، اي سوق عدل، دير بالك. طيح الله حظك، فشلتني قدام متابعين ما يعرف يسوق ايش يقولون. طيح الله حظك. باب المشكله مو هنا، انا المشكله صارت عند فانزات القرودي. عقب اعطي له حسابه وسوي له حساب، وهاي بعد خير سوي حساب القرد. يلا احكي منه، صور يسكت، يسكت ينخنس، ولا يحكي ولا يجي، عبالك جماد. من اخر الكاميرا يتحرك، ماكو هيج، ماكو هيج، ماكو هيج. سوق قبل شوي كان يسوق، كان يسوق قبل شوي، كان يسوق حلو. فتحت الكاميرا شاف الفلات، كان يوقع. اكشفك، اكشفك للمتابعين، فانزات وهاي. يا السلام عليكم. تخيلوا انا طبقت هسه بنص الشارع، صعدت فوق الجامع، قال لي ما اخليك تسوق. يا بنزل وخر جمد، اذا جبت كان يتحرك يروح منه ويجي منه. هاي آه جمد، يا بتعال انزل. شلون شو سوى؟ انزل والله، انزل، انزل لك. ما يتحرك الكاميرا، ما ادري ليش. وخر، لو وخر واجيكم راح اعطيك منتج.